طب امرأة شطافت في البيت قبل أن اعتمرت، وهي في طريقها للعمرة حاضر، ماذا تفعل؟ لم تشترط. تفعل كما فعل السيدة عائشة، فقد حاضت وهي في منزلها في مكان قريب من مكة اسمه سرف، ودخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. هذا وهي قرب مكة، سؤالك أهون صح؟ انتهيت؟ لا، بده يتعدى عليك جارك. ما انتهيت. اه شيخ، طيب بالنسبة لهذه المرأة يعني تسعى بالبيت؟ لا، تحل من عمرتها. السعي من تمام الطواف، لذلك نحن نرى أن السعي يشترط فيه الطهارة أيضا كالطواف. وهي انقلبت عمرتها إلى حج مفرد، ولذلك لما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفر إلى المدينة، دخل على عائشة أيضا فوجدها تبكي، قال لها: ما لك؟ قالت: مالي، يعود الناس بحج وعمرة، وعودوا بحج دون عمرة. وهي تعني بالناس ضراتها، وكان كما تقول هي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان بأهله رفيقا رحيما. فأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على ناقته، وأن يخرج بها إلى التنعيم، وأن تحرم من هناك بالعمرة، وأن يخرج بها إلى التنعيم، وأن تحرم من هناك بالعمرة. وقال لها عليه السلام: إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك. فعوضها العمرة التي فاتتها بسبب عدم طوافها طواف العمرة، عوضها بالعمرة بعد الحج. ولذلك بهذه المناسبة نحن نقول: ما يفعله جماهير الحجاج اليوم من الاعتمار بعد الحج من التنعيم هذا لا يشرع، وهذا كما نقول طواف الحائط. غيره يا جماعة.